استاذ كمال، برحب بيك وتفاصيل اكتر عن اللقاء بين رئيس الوزراء ورئيس سنغافوري. يعني هذا اللقاء طبعا جاء في اطار زياره رئيس سنغافوره لمصر. بالامس كان قد اجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم التقى مع رئيس الوزراء. طبعا هذه الزياره تتزامن مع مرور 50 عاما على اقامه العلاقات بين مصر وسنغافوره، وايضا بتتوج هذه الزياره العلاقات المتميزه بين مصر وسنغافوره. كان في زياره قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنغافوره في اغسطس الماضي، واليوم رئيس سنغافوره ياتي الى مصر. الحقيقه لقاء رئيس سنغافوره مع رئيس الوزراء اليوم تضمن يعني العديد من الموضوعات. رئيس الوزراء عرض اجراءات الاقتصاديه اللي بتقوم بها مصر لجذب الاستثمار، ويعني عرض للمشروعات القوميه اللي بتتيح فرص استثمار للاستثمارات الاجنبيه والمحليه، وايضا فرص للشركات سنغافوره، ومنها المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس، المثلث الذهبي في الصعيد، المدن الجديده زي العالمين والعاصمه الاداريه الجديده، وايضا في محطات توليد الكهرباء، في استكشافات الغاز في البحر المتوسط، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان. بالفعل كما جاء في الخبر، رئيس الوزراء ابدى اعجابه بتجربه سنغافوره في التنميه، واكد ان مصر بتتطلع لتكثيف التعاون مع سنغافوره لدعم برنامج الحكومه للاصلاح الاقتصادي اللي بيتزامن معه تطبيق منظومه ضمان اجتماعي لحمايه محدودي الدخل. الحقيقه ايضا امتد الحوار الى يعني المشروعات اللي بتعملها مصر في مجالات البنيه التحتيه، واللي ممكن سنغافوره تساهم فيها زي محطات توليد الكهرباء وتطوير المواني وتحليه المياه. ويعني ايضا يعني كان في رئيس سنغافوره اكد ان مصر صديق قديم لبلادي، وان يعني بلاده بتعتز بعلاقاتها مع مصر، وان زيارته القاهره هتعزز تلك العلاقات التاريخيه الوثيقه بين البلدين. اشاد بدور الازهر، اكد ايضا على اهميه مصر كموقع متميز، وان هي يعني ملتقى للتجاره العالميه خاصه بالتوسعات اللي اقيمت في قناه السويس واقامه المنطقه الاقتصاديه وقناه السويس الجديده وغيرها. ويعني ايضا اشاد بالثقافه المصريه، وان مصر مركز للاسلام المعتدل في العالم بما فيها طبعا الازهر الشريف اقدم مؤسسه دينيه. ويعني كان في تاكيد على ان الفتره المقبله هتشهد المزيد من تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا.